يعني مش أول مرة أنا بمهرجان المرأة بتطوان، هذه المرة الثانية. كتير سعيدة إنه رجعت عيوني مرة ثانية، كتير سعيدة إنه بوحي لهالمهرجان إن يكون واحدة من النساء اللي عندهم صوت وبيعبروا عن رأي المرأة العصرية. بعبر عن المرأة العصرية يمكن بشغلة بأغنياتي، بفتخر بهالدعوة للمرة الثانية. شو بتعني لي؟ يعني قصة حب وصداقة طويلة مع المغرب من وقتها ما بلشت كاريير. أكتر شيء جمهور المغرب العربي وخاصة بالمغرب، هني أكتر جمهور استقبلني، استقبل أغنياتي، استقبل ألبوماتي، استقبل شغلي بحب. بحبوا هالفيزيون بين الأوريانتال والأوكسيدانتال بالموزيك تبعي. في بعتقد شيء ان كومون بالكولتور، يمكن لأنه أنا كمان الكولتور تبعي فرانكوفون أنجلوفون، دونك في انسجام. شفتوني كتير قصديك، الله يزيدهم. بعتقد انه في اذا بدك اعجاب متبادل، يمكن هن عندهم اعجاب بالشغل اللي انا بقدمه، وانا يعني فيه كيمستري مع الجمهور المغربي، وان شاء الله هالشي دايما على طول يعني ويعمر ويعمر ويصير اكبر كمان. بتعرفي ليه؟ لانه كل ما اجي اغني بالمغرب بيكون كتير حر، وانا اذا بدي البس قفطان بالصيف بدي يصير مي على المسرح. بحس القفطان بحب البسه بالشتاء بفصل يعني جوران ليفير، فلنوعي بعرق كتير، فاذا لبست قفطان حتضايق انا وعم بغني، مع انه كتير بستحلي قفطان، وكتير عندي ديزاينرز ماروكان بيبعتوا لي وبستحلي اني البس. ان شاء الله شي مره اجي اعمل كونسير بالشتاء قادر البس القفطان.